انتهى المنخفض الجوي الذي تأثرت به كل من سلطنة عمان والإمارات، وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجياً. هذا ووجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الجهات المعنية بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة القياسية التي شهدتها البلاد، كما وجه بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة. وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، أن تلك الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، وبينت أن الفرق المعنية ستواصل مهامها وصولاً إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية.